في الفيديو الأول تحدثت عن أننا شعوب فاشلة دائما تختار الحلول السهلة. في هذا الفيديو سأتحدث عن موضوع آخر، وهو لماذا رفضنا اللجوء إلى الحلول الصعبة. عندما نأتي إلى الحقيقة سنكتشف بأننا لا نستطيع أن نختار لا حلول سهلة ولا صعبة من وحي أنفسنا، لكننا دائما نستورد الأفكار من الآخرين ونختار من بينها ما هو سهل أو صعب. هذا الأمر ليس وليد اللحظة، إنما أعتقد هو وليد زمن بعيد أو ظهر قبل زمن بعيد، يعني بحدود 2500 قبل الميلاد أو قبل الآن. هذا حدث عندما احنا ظهرت في افكار الفلسفه اليونانيه وانتشرت في المنطقه بسبب الامبراطوريه المقدونيه التي انشاها الاسكندر ردا على هجمات الفرس على اليونان. بعد ذلك احتل المنطقه والعالم تقريبا القديم باكمله، عدا الصين والهند، أطراف الهند أو قلب الهند. لكن هذا أدى إلى انتشار الثقافة اليونانية، وبعد ذلك تحولت من ثقافة هيلينية إلى ثقافة هيلينستية، اختلطت مع شعوب المنطقة وخاصة منطقة الشام ومصر، جزء من شمال مصر. هذا أدى بالنتيجة إلى التلاقح بين الثقافتين. الظاهرة التي انتشرت بعد ذلك هو ظهور الله، ظهور فكرة الله، وتحول الآلهة الشرقية القديمة المعروفة مثل إيل ويهوى وبعل وغيرهم، تحولوا إلى آلهة توحيدية بسبب تأثير الفلسفة الأفلاطونية التي رأت بأن هنالك مثال كلي. هذا المثال إيال، هذا هو كل شيء، هنالك مثال، أكو مثال الخير، وهذا هو مثال كوني وإنساني ضخم جدا. نحن تلقفنا الفكرة وحولنا آلهتنا الوثنية المحلية البسيطة إلى آلهة كونية تشمل العالم والكون بأسره، وهي الفكرة اليونانية، وما زالت هي الفكرة اليونانية تعمل بطريقة أو بأخرى في الحضارة الغربية. بأنه نلاحظ أن الغرب عندما يبتكر شيء، يبتكر شيء على مستوى صالح لأن يعاد استخدامه أو التعامل معه من قبل جميع الناس، لكن عدا نحن كشعوب عربية أو شرقية أو سامية إذا صح التسمية، هذه الشعوب في هذه المناطق دائما تفكر بطريقة محلية وتحول المحلي إلى عالمي بطريقة احتفائية وليس بطريقة منطقية أو عقلانية. التحويل هذا صار يبدو طبيعة أو جزء من تكوين مجتمعاتنا في هذه المناطق، وأيضا لا علاقة له بالمسألة التكوين البيولوجي أو الجيني أو الإنساني. أعتقد لها علاقة بالبيئة وطبيعة الحياة في هذه المناطق وتأثيرها على الإنسان، ويعني طرق في تلقي العالم وفهمه، وبالتالي وضع التصورات عن هذا العالم، ويعني تشكل داخل هذا الإنسان نوع من التفكير المختلف عن المناطق الأخرى. تجد الشخص الذي يعيش في الصين يتطبع ويتشكل ضمن منطقة الصين وبيئتها، والعربي والإسلامي وما قبل الإسلامي هم والمسيحي، هاي المنطقة كلها تشكلت ولها عبقرية الخاصة. لكن هاي العبقرية دائما كانت تتميز بأنها محلية لا تشمل جميع البشر. دائما الإنسان العربي يركز على ذاته، بل لا يركز على ذاته، على ذاته الجمعية بأصح العبارة، لأنه هو لا يعتبر أن ذاته هي جزء منفصل عن الجماعة، لكن عنده نوع من الاتصال والتلاحم بينه وبين الجماعة بسبب طبيعة العلاقات التي تتولد في هذه المنطقة. فبالتالي احنا ما تصير عندنا فكرة باننا ممكن ان ننتمي الى الجنس البشري بأكمله، لا، عندنا تصور دائما بان نحن جزء من جماعة، هذه الجماعة يجب ان ننتمي اليها والا فنحن لن نستطيع البقاء. تطور الامر بأن عندما أتت الفلسفة اليونانية وبدأت شعاعها يأثر على المنطقة، ارتبكت الأديان القديمة الوثنية أو التي تسمى بالوثنية
وهي بالحقيقة أديان محلية، كل منطقة كل جماعتها إلهها الخاص، اللي هو بتعبير نوع من أنواع السلطة. يعني أنت هاي اللحمة الاجتماعية، هذه الرابطة الاجتماعية بين جماعة محددة دائما تسمى بالإله، وهذا الإله لا يرى ولا يلمس، ولا يمكن بس ترميزه إما عبر كلمة، وهاي الكلمة تؤدى لها الصلوات والطقوس، أو عبر تمثال، أو عبر حجر، ربما حجر لا لم يمسه أحد. هذا يختارون حجر يسمونه البيتلوس، هذا البيتلوس هو يعني الحجر الأسود نفسه. فكانت هاي المناطق دائما تعبد الحجر، حتى باليونان أكو حجر أيضا كان يتم عبادته، مشهور هذا المكان مال هذا الحجر. أيضا موجود بتدمر ومناطق كثيرة في الشام، هو الحجر الأسود في الكعبة نفسه يعبد. لكن هي الفكرة دائما أنه هذا الإله، إله المحلي، هو هذا الذي نحن الإله الذي يخصنا. طبعا كل إله له اسم دقيق ولا يمكن تلفظه بطريقة مختلفة. اللفظ والتلفظ باسم الإله مهم جدا، لأنه جزء من العملية الطقسية، أي انحراف بالصوت أو باللفظ أو بأي شكل هو يعني إله مختلف. فكلمة الله تعني الله، لا يمكن أن تغير فيها أي شيء. ممكن تحللها اتيمولوجيا، يعني أشوف الأصول اللغوية، تجي من إيل للتعريف، بدون إيل التعريف إلوهيم، ممكن كثير من التفاصيل، لكن هو يبقى الإله الذي يعبده تحديدا المسلمون فقط، وهو إله محمد، اسمه الله وليس إله، هو الله، ليس اسم، لا يوجد اسم آخر له. إيل كان هو الإله الأكبر في مناطق العراق القديم والشام القديمة والمنطقة الجزيرة وشمال الجزيرة العربية والعراق، بلاد ما بين النهرين ومناطق فلسطين والكنعانيين أيضا. هذا إيل كان هو كما تصف الأمور، تصف يعني يصف الباحثين أنه هو إيل إله الأكبر، واسم إيل من على يعني إلى الأعلى، ما معنى الأعلى لها علاقة بهذه المسألة. ووجد يعقوب عندما كان نائم بعد عودته من راحيل، أعتقد تزوج وحده، ووجد مكان ونائم على صخرة وحجر، فبعد ذلك قال، ظهر له سلم بالسماء وقال إن هذا الإله هو الإيل، وسوى له مكان وبدأ يتعبد له. فبداية محلية إلى محلي، فكرة محلية انتشرت. اجت الفلسفه اليونانيه غيرت الموضوع باكمله، اصبح الموضوع غير قابل، لان يعني لا يمكن انسان كان بطبيعته ان يتاثر باي شيء، فاي فكره جديده بالنسبه له شيء عظيم وكبير، اما ان يرفضها او يتقبلها. لكن الثقافه اليونانيه كانت ضاغطه جدا، واصلا هو الاسكندر كان هدفه دمج الشعوب ونشر هاي الثقافه بالقوه، وأقام حفلات، حتى حفلات زواج جماعية بين الأجناس المختلفة. فكان الحضور، يعني هو تقريبا توفى سنة 333 قبل الميلاد، بعدها شفنا كل هاي الأديان اللي ظهرت، الصراعات، عشرات الأنواع من الأديان، اللي الصراع بين هذه الأديان جميعا تمخض عن فوز وانتصار الديانات. يعني المسيحية اليهودية ظهرت بشكل أقوى، تحول الإله مالها، وهذا نجد آثار الآلهة القديمة المحلية الخاصة باليهود وتقلبهم بين إله وآخر. هي الفكرة كانت أنه تقلبهم بين قانون وآخر، بين شريعة وأخرى، بين دستور وآخر بمعنى الحديث. لكن هذا تمخض بعد ذلك عن تلاقح كبير. إجا العرب حتى وصل إلى الفكرة الأساسية للكلام، أنه العرب أتوا وقالوا أنه إحنا هذا الموضوع هو يجب أن نفكر. والآن خل نتحدث عن موضوع الله. الله كما قلت هو تم اختياره وباعتباره الكائن الأسمى والذي هو يسيطر على كل شيء في هذا الكون. بنت السردية الإسلامية والمسيحية والإسلامية عموما خلطت الفكرة الكلية مع فكرة الإله المحلي إيل، وكان هو هذا الإله الأكبر. لكن تم رفض المسألة والاختصار على يهوى. يهوى صار هو الإله اللي هو ابن إيل وأخوه بعل، أعتقد ما أتذكر التفاصيل بالضبط،
فهو بقى الإله المحلي الذي بطريقة أو بأخرى. لكن بعد ذلك عندما أجت يعني تطورت اليهودية، دمجت اليهوى بإيل وحسمت الخلاف وطردت زوجته أشتروت أعتقد، وبقي الإله الأوحد الذي لا يلد ولا يولد، الإله الصمد. بالتالي لكن هذا الإله بقى نفسه مجسد وبقى وثني وبقى يعني عنده صفات البشرية، اليد، اللسان، الغيرة، ما بقت هاي الموجودة. ورجعت بعد ذلك ظهرت بالإسلام عندما المسيحية حاولت أن تتخلص من هاي الصورة، فأجى الإسلام ونفاها تماما. وقبل الإسلام هم النصاطرة والأيروسيين بعد مجمع نيقيا سنة 329 أو 26، هذا صار اتفاق على أنه المسيح عنده ثلاثي الصفات، الاب والروح والابن والروح القدس. هاي الثلاثيه رفضتها المنطقه الساميه لانها صعبه عليها، معقده. كما اقول دائما العقليه الساميه تختار الحلول السهله، لا تحب ان تدخل في مناطق عميقه ومعقده، تاخذ الشكل السهل ذو البعدين، وليس لا تميل إلى اختيار الطريق أو العمق في أي مسألة، تأخذ المسائل السطحية وتحسم الأمور بسرعة. وهذا يبدو لها علاقة بالبيئة كما قلت، أو لها علاقة بأشياء كثيرة، يعني صعب واحد يدرسها، يراد لها دراسات مكثفة، لكن النتيجة هي هكذا. عندما نأخذ نظرة يعني نظرة كلية على الأوفرفيو على التاريخ الساميين منذ 3000 قبل الميلاد إلى اليوم، نشاهد هاي الظاهرة متكررة دائما. نحن لا نشغل العمق، لا نذهب إلى الأعماق، لا نحلل الأفكار، لا نعرف مصادرها، دائما نأخذ الأمور في شكلها الخارجي ولا نرغب في. وإذا كان هناك عمق فالعمق هو موجود عند الإله، وهاي مسألة لا تخصنا. موجود إله، هذا العمق هو يحتل الإله. المجهول هو دائما الإله موجود، هذا حل جاهز ويحسم كل شيء. بس بالعالم الغربي هذا مرفوض المسألة، لأنه يبدو لها علاقة كما قلت بالبيئة، بطبيعة يعني التراكمات الثقافية، كثير من التفاصيل لا نعرف. المهم النتائج كما قلت. اللي صار شنو؟ عندما بدأت محاولة دمج الإله وحتى تحويل هذا الإله إلى إله كلي كوني بفعل الفلسفة اليونانية، رفضت الشعوب الغربية وجود إله واحد، فبدأ تقسيمه إلى ثلاثة أقانيم، صار ناسوت ولاهوت. وهاي التفاصيل المسيحية أنا ما عندي خبرة بها، لكن أعطيكم الفكرة العامة، عندي فكرة عنها. على كل حال هذه تم رفضها بشكل شديد. الإيروسيين طلعوا في أخذوا مناطق شمال أفريقيا فيما بعد، انتشروا فيها، وصلوا حتى إسبانيا قبل الفتح الإسلامي أو الاحتلال الإسلامي. هذا كل تطور الموضوع في مجمع نيقيا، وصار خلافات بين النصاطرة واليعاقبة. لماذا؟ لأنه النموذج الروماني اللي أسسه بولس الرسول، هو مواطن روماني أيضا، هو يهودي لكن مواطن روماني ومن عائلة يهودية حصلت على المواطنة الرومانية، معناته هو شخص ثقافته رومانية وغربية. فهو بولس الرسول أدى دائما رغبة بكسب الآخرين، وهو ابتدع فكرة تحويل المسيحية اليهودية إلى مسيحية منفصلة ومسيحية تتقبل الأغيار أو الجويم الذين هم ليسوا بيهود، وتحولت الديانة شيئا فشيئا، أصبحت ديانة مسيحية جديدة كليا مختلفة عن اليهودية، لكن أساسها هو بقى اليهودية والإله اليهودي. لكن كيف يتقبل الرومان والعالم الإغريقي في ذلك الوقت هذه الديانة الجديدة؟ لم يتقبلها إلا بعد أن تقسمت إلى ثلاثة أقانيم، وهذه العملية بدأت تطورت وكانت نتيجتها ظهور الديانة المسيحية التي نعرفها الآن، أو تقسمت بعد ذلك إلى كاثوليكية وبروتستانتية في يعني بالقرن الخامس عشر بعد مارتن لوثر. هذا كله صار. والأمر الآخر الذي يجب أن أشير إليه وهو أن الدين لا يقدم فقط الحلول السهلة، بل أنه هو نفسه
وجد وانتشر بيننا وتأسس يعني تمكن من قلوب وعقول وأفئدة الناس ووجدانهم، وشكل بالنهاية ضميرهم، يعني ضميرهم الإنساني، هو لأنه كان يجب أن يظهر على بطريقة سهلة. كانت هناك أديان كثيرة في مجتمعاتنا ظهرت في يعني فترة بعد ظهور إسكندر كما قلت. هذه الأديان كانت فيها درجة كبيرة من التعقيد، ولهذا السبب كما يبدو لم تستطع الصمود في مناطقنا. مثلا الزرادشتية ما نجحت بالانتشار في مناطق السامية بسبب أنها كان فيها جانب يعني بها نوع من التعقيد، وهذا انتشر بين بالمجتمعات الآرية أكثر شيء، ومو شرط الآرية، المجتمعات التي لم تكن موجودة في مناطق الهلال الخصيب والشام ومصر هاي والجزيرة العربية. اللي فبالتالي الدين هو بحد ذاته نتاج هذا التوجه للاختيار الحلول السهلة. طبعا أكرر أن الموضوع مو موضوع أنه هذا اختيار الحلول السهلة وشيء سيء، لا، السيء هو أنه يتحول إلى طبيعة متجذرة ومتغلغلة حتى بنمط التفكير، ويصبح أسس من أسس من أسس أسس التفكير والمنهج الفكري الذي تعودت عليه الناس في التلقي والاستجابة مع كل شيء حولها. وحتى أدوات التفكير هي تم تشكيلها على أساس السهولة. الدين نفسه عندما نجي نراقبه هو اللي هو أصلا يعني التربة أو الأساس المعرفي أو مصدر المعرفة أيضا الأساسي، مصدر والمنهج الذي نفكر به أيضا. هذا الدين بحد ذاته كل أدواته أدوات سهلة، افعل أو لا تفعل، حلال حرام، خير شر، كلام بسيط جدا فيفهم حتى الطفل. هذا يجوز وذلك لا يجوز، هذا يصلح وذلك لا يصلح، هذا كفر هذا إيمان، انتهى الموضوع. كلمة إيمان تستخدم عندي تحليل لها آخر مختلف. كلمة إيمان لها علاقة بإنسان تطلعاته الشخصية ونزوعه، يعني الإيمان بالقلب، لكن هذا مرفوض لأنه مش سهل. فبالتالي الإيمان الشخصي إيمان صعب جدا ولم ينجح بين مجتمعات البشرية، وتحديدا مجتمعنا العربي الإسلامي أو الشرقي أو السامي. هذا وين وصلنا إلى أن أي تجربة خارج الدين لدينا، مثلا جربنا كما قلت التجربة الناصرية القومية، التجربة الملكية الدستورية، جربنا الحركات اليسارية انتشرت في مناطقنا خاصة في القرن العشرين، الأحزاب الإسلامية المعاصرة، كلها اتبعت منطق السهولة واختيار الحلول السهلة. وأيضا الناس هم مجهزين نفسيا لهذه الحلول السهلة، فبالتالي انتشرت هاي العملية وصار عندنا هاي الفارق الماس فورميشن أو حالة التشكل الاجتماعي السريعة، وحالة الحشود المتواصلة التي لا تعرف الحق من الباطل، تعرف أنه انقياد مع القطيع والسير خلفه بدون تفكير، وهذا انعدام التفكير هو أسهل السهل طبعا. فبالتالي احنا دائما نتجه الى المزيد من السهولة وليس الى المزيد من التركيب والتعقيد، وهذا اللي يخلينا نعجز عن تكوين فلسفة. بالمناسبة لا تجد فيلسوف واحد في مليار و700 مليون نسمة، تخيلوا اللي يعني الحالة الإسلامية او التفكير الدين الإسلامي تحديدا والدين المسيحي كذلك، هو يغلق يعني هو مصدر، هو أصلا نتاج العقل الذي يبحث عن السهولة، العقل ذي البعدين. هذا العقل البعدين هو عقل عربي إسلامي شرقي السامي تقدر تسميه، المهم سكان هذه المنطقة بالوادي الرافدين وأيضا يعني غرب الفرات أقصد، وأيضا السكان الجزيرة العربية ويعني ضمنها فلسطين ومصر.
فهذا هو هاي المنطقة يفكرون بهذه الطريقة. فالجذر الأساسي هو بحث عن السهولة، فبالتالي هو متوجه نحو السهولة، لا يستطيع الذهاب إلى العمق، إنما دائما تجده يدور داخل البعدين هذين البعدين فقط، فإما حياة أو موت مثلا، حتى على الصعيد المعنوي، هذا على صعيد الاتجاهات، لكن على الصعيد المعنوي هو شيء مختلف. هنالك أمر آخر، عندما نجي نتحدث عن موضوع الخير مثلا، واللي هو يعني الخير بمعنى يعني أفلاطون كان مفهوم الخير عنده واضح، وهذا تحول إلى مفهوم الله أو الخالق كما يقال. هذا مفهوم الخير هنا المشكلة، الخير أصبح مقترنا دائما بالدين، وهو فكرة أيضا، فكرة الخير هي فكرة بسيطة، هي الخير وهنالك الشر بالتعبير اليهودي اللي هم سووا هاي الثنائية في البداية، والحلال والحرام. فبالتالي هذا الخير، أتت فكرة الخير المثالية لأفلاطون، فوضع الله في منصب الخير بالتأكيد، لكن أتوا مشكلة ظلت مع من يفعل الشر، هو نفسه صاحب الخير هو الذي يفعل الشر، لأنه ما يريد يعقد الأمور ويخلق طرف آخر وحركة جدلية كما فعلت الزرادشتية، وما يريد أيضا بعد ذلك عندما ظهرت حركة جدلية بين ثلاثة أقطاب أو أقاليم، الأب والابن والروح القدس، بناء على تأثر بولس الرسول بالحضارة الرومانية والتأثير الهيلينستي، يعني هو كان هو من سكان طرسوس كانت هناك مدرسة هيلينستية، وتأثيرات عليها تأثيرات الفلسفة الأفلاطينية، يعني معروفة بذاك المكان الأفلاطينية، يعني ما قبل الأفلاطينية، الفلسفة ما قبل الأفلاطينية وبعدها أيضا بعد ذلك. المهم هذا الخير أصبح هو النموذج السهل الأسهل الذي يفهم فيه الناس حقيقة الأمور، ويعتقدون أنه هو الخير نتاج الدين. وين وصلنا الآن؟ الدين هو نتاج التفكير السهل، فماذا لم نتجه إلى الفلسفة، إنما اتجهنا ولا إلى العلوم ولا إلى بذل الجهد في قضايا فكرية عميقة، ويعني عمل دؤوب وتفكير مستمر يبني تراكمات فكرية ويبني أسس معرفية تستلزم بعد ذلك العمل والجهد المتتابع. لكن بسبب تركيبتنا المنهجية العقلية نتوجه دائما إلى المنطقة السهلة، فكان الدين أسهل الخيارات. لكن هذا الدين كان في فترة مبكرة كان جدا سهل، فترة ما قبل الديانات التوحيدية، خاصة بالأديان البابلية والآشورية والأديان الكنعانية وحتى اليهودية قبل الميلاد، كانت تتجه المسألة أيضا واضحة جدا، آشور إلهنا آشور، تروح على بابل إله مردوخ، تروح على السومرين إلى بطليموس وأشتروت، وأكو يعني أكو سهولة لكل شيء، هنالك إله خاص به، المياه لها إله أنكي، وهكذا الخرساج وأركي الشيقال هاي حارسة بوابة الجحيم، واضحة يعني كلها واضحة وسهلة جدا، فماكو تعقيدات، الطقوس طقوس شعبية بسيطة، الدين لم يكن ذاك بهذه الدرجة بالتعقيد. بدأ التعقيد عندما طلع قوانين حمورابي، لكن بعد ذلك صارت قوانين وهذه كذا، بدأ التعليمات، بدأ الإنسان بدأ صعب عليه، أجت اليهودية سهلت الموضوع، حولت إلى طقوس، وحولت هذه القوانين إلى خلطتها مع الدين، ونجحت في نشرها بين الجمهور. لماذا؟ لأنها أصبحت سهلة، هذا يجوز وذلك لا يجوز، لا حاجة لأن تضعها في مسلة، إنما تعلم الأطفال منذ الصغر عليها وينتهي الموضوع. حمورابي الذي فعله كان صحيحا، لكنه لم ينجح، لم يستمر في المنطقة، لم يضع هذه المسلة بطريقة صحيحة. الذي استفاد من هذه المسلة هم الغربيين، الذين بعد ذلك يعني ما عاد بتأثير من حمورابي أو لا ما أعرف، بس هو بالنهاية المسألة القانون الروماني اعتمد على التفكير
ترتيب المواد والكلام الدقيق الواضح الأحكام، مثل ما كانت عند حمورابي. حمورابي هو يعتبر من الساميين الأمورين، لكن هو أصلا فكرة المسلة، فكرة وضع القوانين، هي أصلا ليست فكرة سامية إذا صح التسمية، فكرة سومرية، لأن هو أوروكاجينا 2200 قبل الميلاد أيضا، أو قبل حمورابي بحدود 400 عام، أيضا اشتغل على هاي المنطقة وأصدر لائحة أو مسلة قوانين خاصة به. وكو أيضا حاكم قبل أيضا أصدر مسلة قوانين. فنشوء القوانين هو لم يكن من وحي لأن القانون يراد التفكير عميق، يراد يحتاج دراسة وتأني وأناس متخصصين. فوضع مسلة مثل مسلة حمورابي لا يمكن أن يضعها أي واحد، يعني إلا إنسان عنده رؤية عميقة، وليس فقط رؤية عميقة، لابد عنده نوع من القدرة على التحليل والتأمل والأدنى المنهجية الفكرية، وهاي ما كانت متوفرة بذاك الزمن بسهولة. اللي صار بعد ذلك، اكتشفت الناس صعوبة الموضوع، رجعوا للدين، بس سووا خلطوا السنن، اخترعت اليهود اخترعوا الشريعة وحلوا مشكلة انه اللوائح والمواد القانونية وانتهى الموضوع، واستمرت لحد هاي اللحظة. بالتالي فكرة الخير أصبحت فكرة، هي فكرة الله، الله قال كذا، انتهى الموضوع، لا تفكر بعد ذلك، يعني That's it. إنه هذا صح وهذا غلط.